برجر تونا. ليش نقول بسم الله الرحمن الرحيم. التحضيرات طوينا الصفحه تاع الكاس وحلينا صفحه جديده تاع البطوله لان الهدف الرئيسي هو يعني البقاء. اليوم رانا نحضروا كما حضرنا المقابلات اللي فاتوا تاع البطوله عاديه، ولكن نقصنا شويه في كما يقولوا في لاشارج، ومن بعض اللاعبين راهم عندهم اصابات، خفنا يعني نزيدوا نكثروا عليهم، وهذه يعني تفهمنا احنا ك ستاف طاقم الفني ومع الطبي باش كل واحد راح نشوفوا يعني التحضير تاعو راح يكون شويه خاص للمليسيين. كما اليوم راكم شفتوا اربع لاعبين ما شاركوش 100%، كانوا معايا ومع سي لاسيت. نقول ثلاث لاعبين غايبين ثانيك، راهم يعني كل واحد عنده مشاكل عائليه، راهم خارج ارض الوطن اللي هو صديقي وشوباني. نقول باللي بالامكانيات اللي عندنا، ولكن غدوه في ملعب 20 اوت راح نبدا التحضير يعني 100% في ملعب كبير، وانا ثلاث حصص اللي راهم جايين هما اللي راح يكونوا يعني عندهم اهميه كبيره. إيه انا نقول باللي ننجم نقول لك 50-50%، لان هما يستقبلوا وحنا نقول عندنا يعني لا شونس تاع 50-50%، لان الجمهور يكون غايب. وانا نعرفوا روليزان فريق يعني سيرتو في بلاده محترم، يلعب كره جميله، ولكن يعني الوضعيه تاعو راح تخليه يعني يكون يعني تكون عنده واحد الشجاعه. احنا ثانيك مازال ما سلكناش، نروحوا ثانيك باش نديفونديو 100% الحظوظ تاعنا،
ولكن ما نتنقلوا باش نديروا نتيجه ان شاء الله تكون ايجابيه. شيخ الاخر بما نروحوا، شكون تتوقع يكون منافس مصرية في كاس الجمهوريه؟ 20 اوت ملعب تاعك؟ ملعب 20 اوت ونقول باللي اي مدرب اي رئيس يتمنى يلعب في بلاده. بارك الله يسلمك.